تشرفت بدعوتي للآي يو سي سي في الإمارات العربية. بصراحة هذا مؤتمر جدا متميز لتعدد التخصصات. احنا دعوتنا كانت للحديث عن أمراض الذكورة وزراعة دعامات الانتصاب لعلاج الضعف الجنسي، في تواصل عالي مع خبراء عرب وعالميين من كل العالم. الآي يو سي سي فعلا مؤتمر بنمي تنوع التخصصات الطبية، بيساعدنا على تحديث معلوماتنا بيومين علميين مكثفين. التنظيم في دولة الإمارات رائع جدا. أنا جدا بشكر منظمين المؤتمر على هذا المؤتمر اللي فعلا بشكل موجز بعطينا تحديث ومعلومات طبية حديثة في يومين علميين جدا مميزين. فشكرا للجميع وشكرا لدولة الإمارات.